أخبار اليوم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة معنا من فقرة الصحة والرشاقة في رمضان. النهاردة هيكون معنا كابتن طارق خيري، هيكلمنا عن نظام غذائي وتمارين صحية. تعالوا بينا النهاردة نشوف هيقول لنا. أعزائي المشاهدين، يا أهلا وسهلا بكم في حلقتنا الجديدة واللي خصصناها النهاردة علشان مرضى السكر والضغط. بالنسبة لهم رياضيا، أول حاجة بناخد مريض السكر. مريض السكر دوت إنسان لازم يكون تحت إشراف دكتور أو طبيب متخصص جدا في مرض السكر، بحيث ان انا اكون متابع او مساعد للدكتور بس في الجيم. فالعملية لازم يكون فيها تخصص شوية، انا ما اقدرش اتدخل في شغل الدكتور في العيادة وانا اللي احط برنامج غذائي، لا، ده لازم برنامج غذائي يكون تحت اشراف طبيب، لان مريض السكر لازم له سعرات حرارية معينة اثناء اليوم، ولازم له تمرينات معينة ما يتعدهاش، بحيث انه يكون بيعمل الرياضة المناسبة ليه من غير ما يضر نفسه. وده في حد ذاته بيكون يعني زي ما تقولوا كده، الدكتور هو المشرف العام والكابتن في الجيم بيكون المساعد ليه، او بيطبق نفس الكلام بتاع الدكتور، وما يقدرش الكابتن يتدخل في تخصص الدكتور لان دي تخصصات. فأنا تخصصي إن أنا أتابع وأمشي مع النظام اللي هو واخده من عند الدكتور، سواء نظام في الأكل، سواء نظام في التمرينات، سواء نظام في أي حاجة، لأن ده أنا بتعامل معاه كأنه مريض، والمريض لازم له متابعة من الجهتين، جهة الدكتور وجهة الجيم. وده بالنسبة لمريض السكر. أما بالنسبة لمريض ضغط الدم، فده له تمرينات معينة ما نقدرش نلعبها له، عشان ضغط الدم بتاع الجسم ما يطلعش لفوق. ما نقدرش مثلا نلعبه بار مقلوب، علشان البار المقلوب بيبقى في وضع راسه الأسفل، فبيعمل ضغط الدم في الدماغ، فممكن ضغط الدم يرتفع عنده في الحالة دي. فاحنا نديله التمرينات بتاعته المطلوبة، لكن ما نديلوش كل التمرينات. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، ومتشكرين جدا، وفي انتظاركم في الحلقه الجايه ان شاء الله. النهارده تبقى انتهت حلقتنا، لكن ما انتهتش لقاءاتنا. انتظرونا ولقاء جديد على موعد مع الصحه والرشاقه. كونوا معانا.